مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم عن قرب. حلقتنا هذه ستكون حلقة مختلفة لأنها تستضيف شخصية مختلفة استطاعت أن تصنع الفارق وتثبت للنساء لا يختلفن عن الرجال إن حصل الطموح. ضيفتنا هي السيدة القارية من الشيغل، أول سيدة موريتانية تمتهن قيادة الطائرات والمروحيات. لنتعرف عليها عن قرب واستكتشفون من خلال النقاش أمورا ربما كانت غائبة عن بعضكم. وذهبنا مع الضيفة في رحلة قصيرة في وقت فراقها لنتعرف عليها عن قرب. مشاهدينا، قضينا مع الضيفة لحظة استجمام ولأن يتحول معها إلى البيت، وقبل ذلك نتابع الورقة التالية ونعود. ابقوا معنا. الغالية بنت عيسى وللشيقر واحدة من أولى الفتيات الموريتانيات التي تخصصنا في مهنة الطيران في موريتانيا، وهي أول فتاة تقود مروحية من نوع هليكوبتر في موريتانيا بل وفي الكثير من الدول العربية الإفريقية المجاورة. حفيدة العالم عبد الوهاب وللشيقر، ولدت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، درست في كل من كندا والولايات المتحدة الأمريكية، تجيد اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية، ويعد الطيران من أبرز التجارب التي ميزت الغالية وتشعرها بالسعادة وأنها حققت شيئا كانت تصبو إليه. تعيش الطيارة الشابة مع أسرتها بنواكشوط موائمة بين مقتضيات مهنتها وحضورها العائلي ضمن أسرتها ومجتمعها. أهلا بكم مشاهدين من جديد، اهلا بك سيدة القاضية في بداية الحلقة. مرحبا بك قاضية متشاكر. مرحبا بك. طيب قاضية متشاكر، مدرش مستي مذكرة من نشأتك وطفولتك؟ طفولتي كانت طفولة عادية لكن الأطفال العاديين كاملين، ما فهمت ياها رواية ذيك ياها خاصة عن الرواقيج الأخرين. عشت الحمد لله بين والدي، وعشت طفولة الحمد لله مع أخوتي عيل، وطفولة عادية عادية ما فيها شي ذاك هوها متميز عن طفولة تركة كاملة يعني عادي. نظرة الوالدين أيهم أقرب لك، والد والوالد أيهم داخل أنت معه؟ الحمد لله خليهم لي كاملين داخلة معهم كاملين، يقرف مع علاقة خاصة مع الوالد. مع الوالد علاقة خاصة مع المرأة دائما كان عندها علاقة خاصة مع حق بعد الحمد لله الوالد. أنا ما زلت قاعد الحمد لله إلى وركات يا المسائل كاملين سبقهم فيه هو اللي عندي به علاقة خاصة. رضاك راجع علاش لما يقولوا الطفل قدرت تنكف على فمه الطفل شبه قدر عندنا شبه غير بعد لا شبه كي يقولوا من قد الداخل داخل انا داخل مع والدي داخل انا معاه هو اصلا رياحيه اصلا داخل انا معاه قد يعود ذاك الحمد لله باخوتي عيل وانا هي كنت الوحيده في الاسره باختي الحمد لله اكبر مني غير ما هي عايشه معنا واصلا انا هي الطفله الوحيده اللي كنت في الدار وكنت فما شيء خاص بي انا عن اخوتي العيل ودائما قاعد بايت قرب شي ذا كيفتو اصلا قرب الوانه هو توف من التركه الاخرين وقرب اللي قرب لي انا هو من التركه. وشني علاقتك بشكل خاص باخوتك؟ ما شاء الله الحمد لله علاقه الحمد لله نقدر نقول انها اكثر هي صحبه صداقه بيني معاهم من علاقه اخوه ما فهم الحمد لله تشدد الخوت ذاك وإذا راجل وذي مرأة أكثر أنا عشت معهم كما قلت لك إني الطفلة الوحيدة اللي في البيت نلعب معهم لعبهم هم ونلتهم معهم لهم وتولى ما فهم الحمد لله قراب لي كاملين متداسرين كاملين الحمد لله متداسرة معهم كاملين صاحبة الكبير وصاحبة الصغير كلهم نعرف طريقته طريقة اللي نتكلم معاه بيها طريقة اللي عندي بيه صحبة علاقة خاصة ما هي عندي بالآخر. أين كانت مراحل الدراسة الأولى
دراسة الابتدائية قريتيها فيني؟ الابتدائية قريتها كاملة هنا في نواكشوط، قريتي كاملة عدتها في نواكشوط. تذكرين من أصدقاء الطفولة دي شاركوك؟ الحمد لله ما زلت إلى ورق الحمد لله، الحمد لله نعرفهم، زلت نفس الجيل، قرينا في بليدة وتخرجنا في بليدة، والله بعد أكثريتهم ممكن نقول لك. تقلك مستي ضابطة نهار دول تجي المدرسة، ما في موقف ضابطين مستي لك تستحضري؟ والله احكي عليه والله يقدرك. ما أنا الله لزين عندي نعرف عني كليلة بتمارقت نحاني دي المدرسة اللي الناس كاملة تحانيها ونحاني نجهز لها، نجهز صكي ونجهز حالتي كاملة، وبت الوقت كامل ما رقت حاجة لك ساعة نقول تركيني نرقد دار كاتي مزال مقربي، كان الصبح يصبح بالعجلة يكان نجي للمدرسة ونشوف ايش كيفت، كنت من النهار متحمسة له. حتى من هم أصدقائك الحاليين؟ عندي الحمد لله، عندي الحمد لله أصحابات اللي لهم شي مستحبين معي قارين في بليدة، وعندي ما شاء الله أخواتي قريباتي وأخوتي وأهلي الحمد لله، ما زالت نفس حكم الخلق اللي عشت معاه طفولة ما زلت كاتي متواصلة معاه، والله بعد كثريت وكان مقرب لي ما زلت كامل اللي أنا وهو مصاحبين. سمحي لنا شوي نشوف شهادة من شخص مقرب لك جدا في مواصل الحوار، مشاهدينا نتابع الشهادة التالية ونعود، ابقوا معنا. القالية أصلا قاع ما زالت صغيرة، هويت الطيارة في صغرها ما زالت صغيرة، حتى تعدلهم قاع من الأوراق، تعدل الطيار من فيات، وهويته توم ما زالت صغيرة، وما شاء الله مرات صعوبة فيه اللي والدها قاع كان معاونها في القضية حتى يختيرها زين، عنده واطن التخصص به اللي ما هو ياسر حتى مويته في النساء بعد وصيبة خاصة، ولا ما احنا حاسين بصعوبة رات لانهم اللي ما فهم الشيء قاع له دافع يدفعنا لعندنا تبع عنه به اللي روايه كامله، ما من ناحيه الشرعيه ما عندها هيك شيء خالف للدين، ومن ناحيه مولي القانونيه موافقه من هيك ما فهم شيء، بعد هيك دافع قاع يدفعنا نبوا له عند التخصص. برز منها فنان وهي صغيره حتى اكتشفناها عبر الرسوم وعبر المشاهد، نعرف ان اول مره نمتلكوا اورديناتور هون في الدار، كل حد منا كان عنده شيء يعدلوا عليه، كل حد كل وقت يجي رجاج يعدل شيء، هي كانت دائما عندها موهبه الرسم فيه، كانت ترسم الاشياء، ترسم الاشكال، شخصيات كرتونيه اللي دائما اللي نبقوا نحن، هي دائما كانت ترسمهم لنا، وكانت دائما في حفل بالنسبه لنا احنا حول ذاك اللي تعدل الخالد. اهلا بك من جديد. مرحبا بك. سهلا، عندك هوايه بتعود خارج على المألوف بالنسبه للموريتانيين، وهي هوايه الفن التشكيلي او الرسم. رسمتي عده لوحات، ضاع منها القدر وما زالت منها لوحه واحده. وقت تحدينا عن الهوايه. هذه الهواية ما هوش دراسة ولا برمجت ولا شيء، لا بالفطرة وتوجات رواية أصلا نبقيها من جعني مسابق نقرأ، كنت نطرح حد حدا نشوف قلم لا بدالي من نرسم، ما نجبرش نرسم عليه لين نرسم على الحيط، ومنين نعود في بليدة كيف وقتنا في البوادي ولا شيء نرسم على التراب، وتو كبرتنا ما وهم في يوم، الحمد لله والدي يشجعوني عليها دائما. كان قطع عدلتي لوحات وفكرت انك تدرين في معارض؟ قطيت عدلت لوحاتي غير ما قط شاركت بهم معارض، قطيت قريت في سانتر كان فاتحون ما هو رسمي، لا فاتحت واحدة فرنسية، قطيت عدلت معاها لوحات وقطت هي قبضت واحدة منهم ما هو بذني وشاركت به غير ما ريت عنها أخبار. هذا قبلتها مو بذني؟ قبلت أنا عدلتها في سانترها هي من راسها، مثلا راس متفي ومعدلة فيها كامل، وأنا من راسي ما فدق عدلت عليها سنياتيري توتميتين، انا اختفت هي من راسها، تحولت هي من راسها، ما عبط سبب شنو هو يقعد قاع ماذا هو، وتوم مشات بيها بذاك اللي مشات بيه كان. ولا طالبت بحقك؟ ما طالبت بيها، ما هي كانت تتكلم عنها شو لوحاتك؟ لوحاتك رسمتي؟ لا كلهم وتوف عياو في وحدات قاع نعود ما هو عن شيء، وحدات منهم نشوف منظر زين عندي ونعود نبقي نرسم، وحدات منهم عود قاع لان شوف شتي الرواقي يقولوا لك دائما ذي اللوحه معناها شنو، لوحه ما فرص عليها تعود عندها معنى.
بيدي انت تمين تشوفي توف شي في خيالك انت زين عندك ترسمي عيتي تمي مولي تخاط خطين عندك الخطوط اي عقب تجي منهم روايه قديش عد شي في راسك ذاك الوقت كنتي تتخمي بروايه يقار. بالنسبه لي انا شخصيا ما خالقه لوحه حتى الناس القاريه الفن تقول تقبض لوحه ما راسمها الشخص من نفسه ويقول لك اللوحه معناها كذا والله معناها كذا يتكلم عنه الفنان معناها عنه كل رقاش يقد هو لوحته يقول فيها ذاك اللي يقول يقار. بالنسبه لي انا ماني ما فهمت شي روايه معينه قدام نجيب لك شي من الخطوطه ولا شي من الصدر ولا روايه ونقول لك اشرحي لي ليش ولا قريتي من الفن. بالنسبه لي انا رايي الشخصي ان قلتي باحدى مقابلاتك ان هناك اشياء لا يتمكن المرء من قولها من خلال الكلام او حتى من خلال الفنون غير الفن التشكيلي، لماذا الشعر والموسيقى وغيرهما من الفنون لا تكفي بنظرك؟ لو كان ما هم في مجالي وكلها عبر بطريقته انا طريقتي ما هي طريقتي في الرسم اكثر من كيف تنين نتمون نقعد قاعده وحدين قد نتم كيف تقريبا زمن الدراسه كامل دائما كياتي في الورقه التاليه منهم دائما فيها شيء من الرسم عياك الوقت الرسم يعود حسب وقت انا ماني متمون كان ارسم روايه وقت مولي فرحانه نرسم روايه هو تعبير سمتمون عيت قاعد تعودي تحسي عني متمون كرافع على نرسم حس عني مكدره رافع على نرسم ما في روايه لك اياها مرتبطه بي نبغى بالنسبه لي انا خارج نبغى شي قصه الموسيقى بالنسبه لي انا نعود شيء انا هي اللي معدلته نعبر به انا هي اللي معدلته كيانك من هو رسامك المفضل؟ عندي ياسر من الرسام المفضل قال رسامي مفضل رسام اصلا فنان قاع كبيرين قالوا ديفانشي معروف عالميا وهو دي اصلا. نرجع لمرحله الدراسه كيف منين لحقتي في مراحل الدراسه؟ اصلا قريت هنا تياها مراحل الدراسه كامله عدت باك وفويت منه هي المرحله اللي عدلت فيها الفن التشكيلي اصلا كهوايه غير ديك المرحله عدلت فيها وبدات هنا تيا عندنا هنا نادي الطيران ما هو كاع شيء حتى يواجه ما كل حد عالم به غير هنا نادي طيران خاص اي رجال يجي يقعد فيه عدت فيه ساعه عدلت فيه سواع ما هو ياسرين وعقبها صور قصه الخارج وكملت قرايتي. من هو بير اسرارك؟ انا الحمد لله تربيت في بيت عنا ما يعود ما نعود باسرارنا ما يعود في ناس ما تعود الاسره عند رقاش ذاك واسر بين اللي تربينا تربيه عن رقاش روايه خاسره عدلها لي يجي ويقولها يكان ويتعلم منها قالوا فيها ذاك اللي يالته يعدل وذاك ما يالته يعدل تربينا عنا ما نعود ونجحدو ما فهمت ياها فهمت طبعا الاصدقاء فهم المسائل يعني الاصحابات بيناتهم يردوهم وفهم الاخوات الحمد لله وفهم الوالدين ما فهم روايه تربينا احنا ما يعود رقاش عنده روايه قد ايش حدها بيلي بالنسبه لنا احنا تربينا عن ايش حد لا شيء خاسر وياك شيء خاسر ما يالتنا قاع نعدله فما نجحتوا خارجين فعلا مسائل ما هي بعد شكليه ما هي مهمه عيات كيف مراهقه كامله تخلق هذا الاصدقاء والاخوات اللي متناجيات مع رقاش والاقرباء وش مشاهدينا بعد الفاصل وأبرز محطات مهنة الطيران في حياة ضيفة هذه الحلقة نلتقي بعد الفاصل. مشاهدينا من جديد الجزء الثاني من الحلقة والأخيرة أهلا بك قالية من جديد. مرحبا بك سهلة. قالية لديك هواية منذ صغرك وهي قيادة الطائرات أو المركبات الفضائية، ما هو تفسيرك لهذه الهواية؟ ما عندها تفسير ذا كله حلم وتوف عندي من مست صغيرة نبغي نعدله. لا حلم؟ لا حلم وتولي ياسر نبغي نعدله رواية اشتغلت عليها ياسر من الزمن وحلمت بها ياسر من الزمن ساعدوني عليها الحمد لله. الأسرة شجعتني عليها الحمد لله. درست الطيران في كندا أليس كذلك؟ أمريكا ولا أمريكا. كيف وافقت العائلة على دخولك في هذا المجال؟ ما قط ما شاء الله عارضها أبدا بالعكس قاع أصلا من مزد صغيرة نقول إني لين عدلوا ويقولوا لي رواق ذاك زمن ما خارجين عليات في المجال يقولوا لي يعني اللي نقول قاع ما يصح إنه ملا يركب معانا ملا يثق فيا ودائما ما شاء الله يشجعوني عليه الوالده والدي خاصه شجعني عليه يقول يعني علاش ما نقدر نعدل شنو مثلا تسبب
حلو بلا تعرفون عندك ذي الهواية سريتي عليها؟ ما نقدر نقول لك كملها، حد من العائلة ما نقدر نقول لك كم من فقت عليا نبقي هوتو. وفعلا فهم حد من العائلة، فهم عمي عنده هو طيران خاص، عنده ليسانس بريفي في الطيران، يا غير قاع اصلا مسابقة عدلها هو حلم وتوف، ما نعرف قاع ولو عليا شنو لا رواية وتوزن عندي نعدل. حسب دراستك الطيران بالخارج، مش تعرضت لمواقف تقدر تقول انت شنو فاجاك لحد قريب عليك؟ ما فهمت ياها الشي ذاك، واه تفاجأت من ياسر من المسائل، تفاجأت عنها ما هي الصورة كنت أنا طار حاله، مثلا من قد صعوبته ومن قد طريقته كاملة، رواية جديدة على رقاش يشوفه كان لا من بعيد، شوف طائرته وطائرة صيفة اللي تطير بها ما يعرف هي شنو، ولا يعرف المراحل اللي يعطوه يخاض عليهم ولا شيء. قال بالنسبة لي أنا ما نحسبها قاع عنها دراسة، نحسبها أنها تجربة وتوف فترة جربها رقاش رواية يبقى عدلها وعدلها. قبلك كانت تقود طائرة في السبعينات امرأة، هي طائرة خاصة بزوجها، سقطت هذه الطائرة بالمرأة وتحطمت، لكنها نجت ولله الحمد. ليش استحضرت يوما هذه التجربة أم أنها كانت خائفة عنك؟ مثلا كان كنت عالمة بها، عالمة بها بعد وهون قاع في موريتان، امرأة بيضانية وخلق في موريتان، وكانت تتعدلها هي ملي لك هواية، وكانت تمشي وتوف تتعلم معاه هو، عندهم طائرة خاصة من طائرة صقارات كانت تجرى فيها، وعقبها ما قد خلعتك التجربة؟ هي تجربة قاع، ما هي قبالة طيران في كوارث متمذو حتى ولا قر لا كيفتها كامل، ما فهمت رواية قدر قاج علملت انها قطعت خلقت فيها كارثة ما يعدلها بي اللي ما خارق مجال قاع بلا مخاطر، يقار قاعد الحادثة بذات لا من أبسط القط خلق فيها، الحمد لله ما أخسر فيها شيء ولا من أبسط القط خلق فيه. هوايتك كيف قلنا شاكلنا شادين اخبارها قبيل هي الفن التشكيلي، انت الان هوايتك اللي تمارسي في الوقت الحالي هي قيادة الطائرات او المروحيات، ما تقولين فهم تناقض بين الهوايات، الفن يعني الرقة والطيران يعني الخطر كما يقول البعض. شفتي الفن التشكيلي ما هو الفن التشكيلي هو ما هو لا هواية، موهبة خلقت معي انا ونعرفها، ولا ما هو شي متعلمته، موهبة تو من عند مولانا جات بيك الصيفة، والطيران هو واللي هواية حقيقة. حتى الطيران انت تتعاملي معاه لا بدال من الرقة، هو مولي بالياس من الأجهزة مولاهم لا بدال يعود كونسانتري عليهم حق عنده. شنو الشعور أول مرة تقودي طائرة مروحية؟ شو أول مرة قدتي طيارة ولا طائرة هي الأولى، هم الأولين بدأت أول مرة تقل عين تتعجي ما شعور بالطيران، وتو شعرتني أنا هي هي اللي طائرة ماني في طائرة، وتو ما خلعت ما شاء الله ما حسيتي بأي خوف؟ ما خلعت، خلك شوي من القلق أول مرة نمشي وحدي. كيفت أول مرة يمشي أنا سولو ما معي أول أستكتر. مرة تقلعي بالطيارة تكلوها عليك وحدك؟ آه معنى الله لا بدل رقاج يمشي عنده فترة من الوقت يقرأ فيها معها انستركتور فترة من الزمن، وعقب ذاك هو وليو لاشتغل يعطاله يعني هو سولو هذا، وهي المرة لو يمشي فرقاش قال ما يطرصون، هم يكونوا عنده يعرفون عندهم تجربة اللي كافي عاد قدين تكلع عليه. وذيك المرة دائما فكثري بعد لازمية خلق فما تقلق وتو من المسؤولية ان كان في زرك رقاش تعرفي عن كل عادتي خطأ انه هو لهي باطي قد يتقلب عليك الخطأ باللي عنده تجربة كبار من تجربتك، يقال لك مع الوقت يوفى. لذيك المرة الأولى توراها رواية أول مرة يعملها رقاش عادي. هل قيادة الطيران صعبة وهل على طيار قواعد البقية اللي يلتزم بها؟ فما ياسر من القواعد كيف تحكم المجالات كاملين، كيف ترقاج لابد داروا يعطيه وقته، لابد داروا يعرف عنه طيران صعوبته ما هي فيه هو من راسه، صعوبته في مسؤوليته، بكل انتية مسؤولة عن بشر أرواح بشر ما شابيهم، معناه أنك مسؤولة عن تمانكتهم وعن سلامتهم قاعوا حدها، مسؤولة عن سلامتهم توصلهم البلبنين قايسين، وعليك مسؤولية تمانكتهم ذاك ليفوتوا ماشيين معاك كامل، معناه أنك لابد تعودي تحاضر أنت ذهنيا وجسديا ذي الرواية المتباركة معاها، ما هي رواية تحمل الاتكال ولا شيء صوشن، ذو الواسة طائرة دائما فيها رقاجين كلهم عليها. در كان في موقف كتعرضت له كيف أحد الركاب علم أن من تقود الطائرة سيدة ورفض الإقلاع بها؟ أنا شخصيا ما فت الحق ذيك المرحلة، ما فت اعتنى بشي بالباساج،
يا قاره تخلق نسمعوا فيها كاع النكت دائما. وانا من راسي قال لي رواق يجي يقول كل ما يقول لي تمشي معايا يقول لي لا نهارك تي المشى حسينا ما نمشي في ديك الطياره المشى انت فيها يا قاره تخلق نعرف رواق عيان خلعوا منها غير عادي. ما الفرق بين قياده الطيران وقياده الطيران العسكري؟ لا حكم عنه ما فهم فرق ذاك هو فهم يجي يعود اكثر ريسك الطيران الحربي واكثر خطوره يا غير حسب تو طيار كاملين يختلفوا كل واحده تختلف عن صاحبتها يختلفوا في السرعه كيف هذا بين اللي عندهم لابدين السلاح وعندهم هم راسهم مجهزين بياسر من الجهاز ما معدل والاخرات. ما هي نظرك نظره الشارع الموريتاني لك وانت تنزلين الطائره؟ ما قد شفت نظره ما تمون اقتلها بالعكس نجبار واقي يشجعوني عليها الياسر اللي يتكلم لي الخلق عنه ذا لانه مخلع منه متعجب من انا اشتميتني عدتي روايه اللي ما هي مالوفه العليات عندنا احنا هون في موريتان يا قال ما فهم بعد نظره نحسان انها مسيئه لي والله ما هي مونكا عندي دائما لا نظر التعجب والله اشياء كيف ما قد حد قال لك علاش عدتي الهوايه ما يسولوني فعلا يا قير ما هي بطريقه قلت لك مسيئه لا بطريقه تعجبته اش سميتيني جيت للمجال واش سميتيني عدلت واش شلاحني فيه قير ما قلت الحمد لله رضيت. تعتبرين قياده الطيران متعه ام قمه الخطر؟ بالنسبه لي انا متعه. تقولين اش تراي فيها متعه؟ نجبر فيها لا كيف كلها حد يبقى عملوته بالنسبه لي انا قبلتها ما هو كعمل انا المهنه عدلتها ومهنه الطيران بصفه عامه ما هي من المهن اللي قدموا لها عدلها من اجل العمل لا قدموا لها عود يبقيها حق كانوا عود يعرف فيها كل شيء لا يعدلوا به ما هي من المسائل قد حد يتخطى فيها شيء بيدي لا عود مركز ولا بدها تعدلي خطوه بخطوه ما تقدري تتخطاي تقولي لي روايه ماني معدلتها اليوم. كان قد طلعتي يوم من الايام وانت ماك مرتاحه نفسيا؟ نحن ذاك ما ويا الله نحن لا بد نلقاش يعود راقد مستراح لا بد يعود عارف شيء طعامه لا بد يعود من كل فترة عندنا ماجيكال نعدله لا بد رجاج يخاض عليه لا بد تعود صحته النفسية هي الأولى من المسائل اللي لا بد منها تخلق وفعلا لا بد يعود مركز عليها. هل تنصحين السيدات الموريتانيات بالتوجه إلى هذه المهنة؟ نصح السيدات الموريتانيات أنهم ما يتردوا عن شيء يبقوا هم يعدلوا نصحهم اللي منهم تبقى يتعدلوا شافهيا في خطورة ولا مخلع منه ما تخلع منه وننصح اهلها انهم اللي يشجعوها عليه واي شيء تبقى المراه تعدل قد راجل يعدل وتعرف عنها قد ما تخلع عن منه ما حكر للراجل اي روايه سويه شنو. هل قياده الطيران في موريتانيا صعبه نظرا للظروف المناخيه؟ ما هي صعب من بلدات الاخرين ما عندها شيء خاص به اللي على كل حال ذاك المجال حد لا يدخله لا يعود يعرف ما يقد قاع عند راسه يقلع من بل منين هو فيه ما عنده يعرف ظروف كاملة شن هي الجوية ومن مادة من المواد اللي ندرسه أساسية الجو والصيف اللي يتعامل حد بيها به وكل طائرة عندها ليميتها عندها ليميت الرياح ما يعطيها تمشي فيها عندها ليميت البرد ما يعطيها تمشي فيها وذاك خالب في كل بلدة. في رصيدك الآن عشرات الساعات من الطيران هل تعتبرين نفسك محترفة؟ ان شاء الله ما بتلحق مرحله الاحتراف بلي دي المهنه لا بدا لها بالخبره فهمتي دائما الملاهه دائما يتعلم فيها ودائما ينزاد فيها الاحتراف لا يجي ان شاء الله مع الوقت. هل تعتبرين نفسك قدوه اليوم وانك صنعتي او نافستي مجال ربما كان خاص بالرجال خصوصا هنا في موريتانيا؟ نعتبر نفسي اني انا هي اللي عندي القدوه اني عندي رواقيش اقتديت بهم من الاسره اقتديت بهم ما هو مجال طيران اقتديت بهم مسائل كانوا يبقى يعدلوها عقبوا حقوها وكيف ما قلت لك نصح كل رقاج انه اي روايه يبقى يعدلها عدلها وان شاء الله ان شاء الله نعود قدوه. لك انا قد فكرت يوم في التخلي عن هذه المهنه نهائيا قد جاك حاله شخصيه فكرت انك تخلي عن المهنة. نهائيا بيلي انا مست في بدايه مشواري الفاتري كامل الحمد لله من زمن لا قراي وركت في بدايه مشواري كيف اني بادئ الشغله ونعتبر عني يمكن بداتها حق شركة تقودي المروحيات ولا الطائرات؟ انا ركت تيجي قبيل سابق نبدو نقاش انك موريتانيا الوحيده اللي تقود المروحيات. صحيح هو اللي تخصص فيهم بدأت بالخراط غير هم اللي تخصصت فيهم. كيف
كيف توفقيني بين العمل في هذا المجال وبين التزاماتك العائلية؟ كيف تفضل؟ أنا لا كيف العلايات كاملين اللي يشتغلوا؟ أنا حاليا ما نشتغل هون في موريتان. يقال لا كيف العلايات كاملين يشتغل؟ قابلت لكم هنا تو العلايات اللي طلعوا طالعين البيرو ولا طالعين بكليتي مساعة تمر قدار ما مهم ذاك الواحد فيه. بكليتي مراكتي الدار من الوقت الفلاني للوقت الفلاني. والعلايات كاملين الحمد لله في موريتان من سنة لسنة يتقدموا. معناه انه لا كيف تفر. شنو هواياتك؟ ما هي اللي عرفنا؟ سمعنا الرسم، سمعنا الطيران. شنو هواياتك دكتور؟ الناس ما تعرف شي كامل يعني الفن هوايتي. نبقي ديزاين، نبقي تصميم، نبقي ديكور، نبقي المسائل اللي نحسان اني مطرية لهالشي. كان قد حسيتي يوم الايام ضغط نفسي وتعب وانت حالا تمارسي مهنتك؟ ما فهمتي شي. فهم القربة هي أصعب اللي قطيت ريت بها كامل. لا القربة، دوام القربة ودوام البعد عن الأهل. يقال مع الوقت تعودت عليه. مع الوقت تعودت عليه. هو الرواية الوحيدة اللي كنت نقول إنها ثقيلة في فهذا. وبالنسبة لي ما هي قاعد لها طيران من قربة وتوه. بالنسبة لي رجع جغرة قد يفوت سنة قد يفوت شهر مرة والدي هو طر. كان الطيران محتاج الهواية ولا التطبيق؟ كيف كان قد حد يقرأ مصطلحه؟ والله لا بد أحد من يطبق وما كافي ذاك اللي يقرأ عنه. ما طيران من المسائل اللي لا بد لهم تطبيق. لا بد تعودي تقرأي نظري كلية. كم زمن تقرأي؟ أعطيت المرة الأولى أعطيت تقريبا هو على حسب كيف مثلا في أمريكا وكندا عندهم سيستم خاص ما هو سيستم أوروبا. عدلت فيه مرتي الأولى في كندا. عدلت فترة تقريبا لا يعدوا 18 إلى سنة. غير كندا قاع بالنسبة ما هي كيف البلادات الأخرين بها اللي عندها ياس المظروف الجوية ما تسمح لنا نفولوا أي وقت اللي بقينا نفولوا فيه كيف تقلاص وكيف البرد وكيف ياس مش ذاك الزمن. إحنا نحركوا طائرات سقارات هذو اللي عندهم ياس من اللي ميت ما يقدروا يتخطاهم. عدلت فيها تقريبا ذيك 18 والله وتوفوا. وعدلت في أمريك بدأت فيهم اللي طيرانا بدأت المروحيات. والمروحيات ما عندهم علاقة بذاك. فهمتي قد يزيدوك في سواعك. سواعد قد تقولي أنا قطيت فوليت كلاش من ساعة. يقال ذا اللي يعني منه نظري رواية أخرى. تقرأي رواية أخرى معناها أنك تبدأي حكمون من البداية. ذاك عدلت فيه ليت عود سنة واستشهر عدلت فيهم. دراستك سلم موقت على الحديث كانت الهندسة هي طيران لابده من الكاجب. ما عنده رواية خاصة. يعني توجهت هذا المجال؟ توجهت له وقلت اني لين عدل. وصلا لياسر هو اللي نعرف اني لين عدل هو هدف اللي طارح. ومحتاج الحد يعود يتقن الهندسة؟ يحتاج للصبر ويحتاج فعلا يحتاج القدرات كنتين ينجي من صف طيران ليت تقرأي فيها. عندك دي تست يعطيك تعدليهم. يعني تعدي تست الفلاني يعني كذا. ليت عدي تست الفلاني يعني كذا. فهمتي مواد مستقلة هم ما عندهم علاقة بذاك اللي سابقهم. يقال فعلا لابدك تتقنيهم. فيهم مسائل فيزيائية. فيهم مسائل حسابية. فيهم لابدك تعودي شاطر تعرفي. يا ربي اللي في نص الطائرة خارجي مسائل تمي دائما تكركي ليهم. حتى لعاد الطائرة أوتوماتيك لابدك تعودي تعرفي تعدليهم. شنو أصعب شيء قد مر عليك في المجال؟ قلت لك اني ما افهم الحمد لله الشيء ذاك وها خاطي بسيط صعيب. فهم فعلا هي اي روايه اللي يعدلها لقاش دور بعد يتقنها لا بدا يجبر فيها الصعوبه بلي لا بدا يتعب لها. لا بدا الحاج يتعب لا بدا يثابر لها بدا يسهر لها لا بدا يقرا لها لا بدا يصبر. كيف ما قلت لك الروايه الوحيده اللي قدانا نقول انها مقدره في المجال كنت قريت مجال وخليت عود نفس الشيء قضيه القربة. شنو المواقف اللي تعرضت لها في القربة؟ انت لابسه زي الموريتاني جاية تعدلي مهنة قريبة على الموريتانيين بقربة. بالنسبة للدول كي تامريك والدول اللي ما هي متحاكة حتى مع البيران يتعجبوا من زي تلبو يسولوا زي اللابسة شنو هو أكثر يتم مرة واحدين شكونوا الهند واحدين ما يفهموا يسولوا وشنو هو السودان. بالنسبة لهم نفس الشيء فيهم ياسر ما يعرفها نسولهم وعيد قاع المشكلة لنا جبارة طمن ذا عنين نقول لهم أنا من موريتانيا لا يسولوا موريتانيا مولي مني. هل تحفظين الشعر أو لقناء مشاعرك ومغنيك المفضل؟ ذاك وعرت علي ذاك وعرت علي قلت لك إني ما أعرف منهم. أنا أعرف نسمع بيهم ويقار بعد ما هو اهتمام شخصي عندي أنا.
بس معيتي شعر زين عندي قال ما في اهتمام شخصي. من هو فنانك موريتاني المفضل وفنانتك؟ الفنانين الموريتانيين كاملين زينين عندي احساسهم. ما فهم حد عن حد زينين عندي احساسهم كاملين وصنت لهم كاملين. سولناك بسؤال وهربتي منه. سولتك شنو هواياتك من الرسم والطيران؟ عندو هواياتك كتير في الدار. وقتك في الدار فراقك شنو تعدي فيه؟ تدخلي الكوزين كيف العلايات؟ ندخلوا بعد ندخل بعد الكوزين نعدل ذا كامل اللي عدلوا العلايات نعدلوا. لا انت ذا كامل اللي قديت نعدل نعدلوا مره نختار انا وجبه ما يعرف احد من وين جاي. ومره نعدل هم اللي نعدلوا هنا تياها وجبات موريتانيه العادي. قد عد ماني بارعة فيه حتى قر بعد لا تخطي نعدل بهمي. حققتي طموحك بأن تصبحين طيارة؟ هل ما زال لديك حلم لم تحققينه بعد؟ إن شاء الله هي حياة لا مراحل. بركاتي بعد ما استوحل في مرحلة الطيران بير كيما قلت لك قبيل أني نحتسب أني يمكنني بدأت بيه يمكنني بدأت العمل. وعقب ذاك إن شاء الله يدور يعقب إن شاء الله لا تم ننفت نعتنع على ذي الواحد في ذاك إن شاء الله تم لا فمشي دائما هدف قدامي دار تم لا واحلى فيه ان شاء الله. موفق ان شاء الله. شنو اخر كلمه تختمي معنا بها البرنامج؟ شاكرتكم على اللقاء وشاكر تلفاز الساحل وتوفوا كيما قلت لك قبيلات ياها نبقي العلايات كاملين ما يتردوا فيش اللي يعدلوا ما يتردوا فيه بيه اللي يعدلوا لا الرجال. شراطي عن واقع العلايات في موريتانيا راضية عن تغير الشايفة فيه ضركاتي شايفة فيه ما شاء الله ياسم التقدم وذاك زين عندي نقيهم ما يتردوا في شيء يسول بيهم ما نصحيهم بأنهم يلتحقوا بمهنتك انت اللي منهم تبقيها اللي منهم تبقي مهنتي يعني التحق بها واللي منهم تبقي مهنة أخرى تلتحق بها ولا يحكمها عنها شيء ما هو السن القراية ما ينكبر عنها ولا ينكبر عن شيء ولا واعر شيء على رقاش بل احنا كاملين رواقيش وشي عدلت وانا قد واحدين اخرين يعدلوا وشي اي روايه عدلها رقاج معناها انا رقاج وخربيه لي رواقش كامل نسيان. اذا قالي يوم تشكر شكرا جزيلا لك انت طيبه عزيزه وقالي على البرنامج. شكرا بيك متشرفين شرفت بيكم البرنامج عن قرب. شرفت بيكم وراني شاكره فريق العمل اليوم اللي جاوني ما حسيت عني في مقابله ولا في روايه رسميه جاوني الحمد لله خوت وراني كسبت اصدقاء جدد ولا حسيت بيهم بانها روايه رسميه ولا عمل ولا شيء. شرف ان احنا شكرا لكم والشكر ايضا موصول اليكم مشاهدينا الاعزاء والى الطاقم الذي رافقني في انجاز هذه الحلقه محمد الحمدي وعثمان احمد وبالمونتاج نبيل بلال اليمر والى اللقاء.